اعتبر اليوم ده يوم تاريخي وفاصل في مستقبلكم، بانتقالكم من حياه الى مستقبل اخر. زي ما قال استاذ ماجد، لابد ان احنا نستفيد من وجودنا وبدايه مستقبلنا. احنا النهارده بنضع اول اساس في مستقبلنا في الحياه القادمه ان شاء الله. مطلوب مني عده نصائح، مش قضيه ان انا انضم لمكتب محامي والتزم بعمله اليومي او عملي اليومي بصفه مستمره، لا. مطلوب مني ان انا كمان اتخلى عن الجلوس في غرف المحامين. لازم ان انا النهارده عندي شغل تم توزيعه عليا، ابدا انهي شغلي. انهيته في المدني اروح قاع جنائي، انهيته في الجنائي اروح قاع في المدني، ابص على كل الدوائر اللي شغاله واتعلم منها، اشوف الاخوه الزملاء الكبار ازاي بيردوا على الدفوع، ازاي بيردوا على المحكمه، كيفيه التعامل مع المحكمه، كيفيه التعامل مع الزميل. كل دي فنون. يعني النهارده انا حاضر في قضيه، عندي زميل خصم عندي في الدعوه، شوف هو بيبدي دفاعه ازاي، والمحكمه بتتعامل معايا ازاي، وانا بقدم دفاعي ازاي. كل الامور دي كلها لازم انا ابقى عندي الحساسيه والفن فيها. الحاجه الثانيه هي قصه زي ما قال استاذ ماجد، دي احتراف. النهارده انت محترف بترسم مستقبلك. يعني ايه محترف؟ بتشوف الادوات زي ما لعيب، القياس طبعا مع الفارق، زي ما لعيب الكوره بيتمرن كتير ومحترف وبيثقل نفسه تدريبيا وصحيا، ويبدا يفكر هيشتغل ازاي. انا برضه نفس القضيه، لازم النهارده ابقى عندي مجال للبحث، ده شغل مستقبلي، لازم انا النهارده ابقى حريص كل الحرص عليه. يتعين علي النهارده ان انا يعني انوع من طبيعه عملي، انوع من حضوري، انتقي المكتب، المظهر بتاعي مهم جدا في ادائي، مظهري داخل المحكمه. يعني انا بحزن لما اشوف زميل لابس تيشيرت او لابس دروب فوق التيشيرت. خليك انت مظهر معين وشكل معين واداء معين، خليك شخصيه معينه في ادائك، شخصيه معينه في شغلك. ادرس قضيتك، ما تطلعش المكتب لا تكون عارف تقول ايه بكره ان شاء الله وملفك معاك. واتمنى حضرتك التوفيق ان شاء الله، مستقبل باهر ان شاء الله. شكرا لبهوك.